بداية أنا اسمي فيصل نوار البدوي من سنديون مواسي حويطي. بخصوص المجالس العرفية بالنسبة لعندنا هي متوارثة عن الأجداد عن الأباء والحاج ربيع يعلم. فمن حب أبويا في المجالس العرفية سماني فيصل، فيصل للفصل بين الناس، ومن حبه في المجالس العرفية دخلني كلية حقوق. يعني أنا كنت داخل كلية آداب خلاني سبت الأدب ودخلت حقوق. بداية المجالس العرفية أو العرف عامة هو مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، لأن مصادر التشريع الإسلامي كثيرة، هي 13 مصدر، منها الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة والمصالح المرسلة والقياس. والعرف هو مصدر من مصادر التشريع إن لم يخالف الشرع، ما جرى وتعارف عليه الناس ما لم يخالف الكتاب والسنة. العرف زيه القضاء، العرفي زي القضاء في المحكمة، زي القضاء أكن قاضي على النص. القضاء العرفيين زي القضاء على النص، فاحترامهم بيبقى واجب، واجب على الناس تحترم القضاء العرفيين زي ما بيحترم القاضي على المنصة. بل يختلف كمان ان الخصوم بيجيبوا الحكام بتاعته، هو اللي بيجيب الحكم بتاعه. انت لما بتروح القضاء في المحكمة بتختارش القاضي بتاعك، انت بتروح تفاجئ بالقاضي، انما في المجالس العرفية انت اللي بتجيب قضيك معاك. فلاجل كده لما بينطق الحكم عليك انت بتوافق عليه، لان انت اللي جايبه مش هتشكك فيه. فلاجل كده قضاءنا بيقوم بدور كبير جدا في المجتمع. ايه هو؟ اولا بنخف الحمل عن القضاء في المحاكم، ما بنخليش اكتر القضايا توصل للقضاء، بيتم حلها ممكن قضايا تقعد في المحاكم 30 سنة ويتم حلها في مجلس عرفي واحد. ثانيا الشهود اللي بيقبوا في المجالس العرفية، الناس اللي بتجيب شهودها وبيقبوا متعارفين عليهم، يعني الحكام بتقبوا اكترهم عارفين الشاهد. والشهود عندنا في المجالس العرفية ما بتقولش أقوالها قدام الناس، بندخلها المشورة معانا في غرفة المداولة وبيقولوا براحتهم جدا ما رأوا. دي تختلف كتير عن الشاهد في المحكمة برضو، منعا لأن الشاهد حد يزعل منه فيما بعد أو يكون تحت ضغط إن يجامل حد، لا براحته خالص. أما من ناحية الضمان بتاع تنفيذ الأحكام، تنفيذ الأحكام في المجالس العرفية إحنا بنأمن بداية صاحب البيت، صاحب البيت اللي إحنا قاعدين فيه أو الملم للجلسة بنأمنه إنه يعرف ينفذ الحكم. يعني الحكم اللي هيصدر في الجلسة صاحب البيت لازم ينفذه. ينفذه إزاي؟ فبنأمن له دي، سواء بإن إحنا بنكتب وصولات أمانة على الطرفين علشان نعرف نجيب الحق من اللي عليه الحق. الست مكرمة في كل مكان، ده في القرآن مكرمة وفي ديننا أكتر مكرمة. لحرمة الست، لو الست فيها جروح بنخلي صاحبة البيت اللي احنا موجودين فيه، زوجة صاحب البيت هي اللي بتشوف الجروح بتاعتها مش احنا، وبتجيب لنا بيان بالجروح اللي عندها وتقول لنا فيها كذا 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 كذا، وبناء عليه بيتم تقييم الجروح حسب الشرع. من لم يأتي به الشرع فيه به حكومة. به حكومة يعني ايه؟ يعني اللي سكت عنه الشرع احنا بيترك الامر لأولي الامر او القضاة العرفيين، يتم تقدير الجرح او تقدير الضرر حسب الحاجة. خدت بالك؟ انما الجروح ربنا شرعها من سبع سماوات، هي الجروح والقصاص، العين بالعين والأذن بالأذن والأنف دي ربنا شرعها كده، لدرجة ان الجروح حسبت في المجالس العرفية لأمور عدة. يعني الجرح نفسه لو جرح باليد بنقيمه بثلاث طرق، اذا كان الجرح قطع الجلد له تمن، واذا قطع الجلد واللحم له تمن، واذا قطع الجلد واللحم والموضحة له تمن. الموضحة اللي هي بين الجلد واللحم والعظم، وبعد كده نخش على العظم في تكسير العظم او هشاشة العظم، يعني اتكسر بقى هش. كل الامور ديت لها اتمان. الاتمان دي مين حددها؟ العرف اللي حددها. العرف حدد، وهنضرب مثل مش هنقول توتال، الجرح السطحي بيختلف في وضعه في البني ادم، اذا كان في الوجه او مداري في الجسم. اذا كان في الوجه بيضاعف لان الوجه ربنا كرمه،
ما دام ربنا كرمه احنا لازم نحفظه. الجسم بالداري، الغرزه لو في الجسم ده 1000 جنيه يبقى في الوجه ب 2000. يعني مش موضوع تجاره، لا، الموضوع ان اللي اتعور اللي اصيب هيصرف على علاجه. وفي ناس بيطلع لها الحق وتسيب، بس بيعرف حق، بيقول الناس دي اكرمتني وطلعوا لي حقي، ورغم كده يسيب وله الحق. طيب العين، خروج العين، العين بتقوم بدورين، دور الرؤية ودور تجميل الوجه. يعني لو حصل واحد خرج عينه لها حكمين، حكم انها تخرج تقع ويبقى مكانها جورة، وحكم تاني لو هي انشال منها الرؤية فقط وفضلت زي ما هي مفتحة. فالشرع قال لها دية لو اتشالت من مكانها، بعض العلماء قالوا لها دية كاملة لان بقت جورة وبوظت الوجه، فبيقبلوه دية كاملة. اما لو اتشال منها الرؤية فقط فلها نصف دية، والعين التانية لها نصف دية. فكل شيء له بديل فله نصف دية. يعني الاذن لها نصف دية، ليه؟ لان لها بديل. اما الانف ليس لها بديل، اذا قطعت الانف لها دية كاملة. المجالس العرفية لها شروط، اداب الجلسات، احترام البيت اللي موجودين فيه، ثانيا توقير الحكام. اهم شيء اللي ماسك الجلسة يعرف يسيطر على الموجودين ويحكم جلسته، يحكم جلسته بما فيها اللي بيتكلموا الاتنين اللي بيتكلموا الخصوم، وبما فيهم اللي معاهم. وفي بعض الحالات احنا بنستعان بالشرطة وبيبقى بتكليف من الشرطة. يعني احنا في بعض القضايا، القضايا المهمة اللي هي بين العائلات او فيها دم او الى اخره، بنخطر بها الجهات المسؤولة، سواء رئيس المباحث او بين رئيس او مأمور المركز، بنبلغه بان في عندنا جلسة مهمة فيها طار، فيها جروح كتيرة، فبناء عليه بيبعت لنا ناس تأمن لنا المكان. لو احنا معرفناش نسيطر على الجلسة